السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة سنة ثالثة ثانوي، في قطعة حلوة جدا 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 عن التأثير الاقتصادي لكورونا فيروس على الشعوب وعلى البلدان. فهنا في مقالة مكتوبة كاتبها أوكسفام، ده رايتر كاتب مشهور جدا، فكاتب إن الكورونا فيروس كرايسيس could push half a billion people into poverty. إن الكورونا فيروس، فيروس كورونا أو أزمة فيروس كورونا، كلمة crisis معناها أزمة أو مشكلة كبيرة قوي، crisis مصيبة يعني. could push ممكن أن تدفع half a billion حوالي نص مليون شخص into poverty إلى الفقر. وعامل لهم صورة كده إن في ناس خلاص بدأت مش لاقية تاكل والدنيا معاها صعبة جدا. هنقرأ مع بعض بقى دلوقتي على الأقل من مهلنا كده ونطلع الكيفوكاب بتاعتنا. The economic effects of the coronavirus could push around half a billion people into poverty. The economic effects، كلمة economic معناها اقتصادي، الكلمة دي adjective يا ولادي، الكلمة دي صفة، و effects معناها تأثيرات. The economic effects معناها التأثيرات الاقتصادية للكورونا فيروس could، تستطيع ان هي push، ان هي تدفع around معناها حوالي half a billion نص مليون شخص into poverty الى الفقر. نكمل المقالة. The report، التقرير، was released by Nairobi based charity، في عندنا Nairobi based charity، charity هي مؤسسة خيرية هي اللي مطلعة المعلومات دي او التقرير ده. تعال نقرأ مع بعض. The economic crisis، الأزمة الاقتصادية، is deeper than، هي أعمق من 2008 global financial crisis. كان في أولاد global financial crisis، كان في أزمة مالية كونية جامدة جدا جدا عالمية، تمام، سنة 2008. هنا بقى التقرير بيقول إن الأزمة اللي احنا فيها حاليا هي أكبر وأعمق، deeper دي يعني أعمق من الـ global financial crisis، من الأزمة المالية العالمية اللي حصلت سنة 2008. The estimate show that global poverty، هو هنا بنتكلم عن global poverty، معدلات الفقر العالمية، could increase، ممكن increase تزيد، for the first time، لأول مرة، since 1990، منذ سنة 1990. Adding that، بالإضافة إلى some countries، هو أضاف يعني قال إن some countries، بعض الدول، could return، ممكن ترجع مرة تانية to poverty levels، إلى مستويات الفقر، last seen، منذ 30 سنة، 30 years ago. يعني ممكن دول ترجع لمستوى الفقر اللي كانت فيه منذ 30 سنة. The report examined several possible economic outcomes based on the World Bank measure of poverty. هنا هنتكلم عن معدلات الفقر يا جماعة، امتى الواحد يعرف اذا كان هو فقير ولا لا. People under extreme poverty، الناس اللي تحت الـ extreme poverty، الفقر الشديد، live on، بيعيشوا على $1 and 90 cent، دولار و 90 سنت في اليوم. يعني الشخص اللي بيكسب دولار و 90 سنت في اليوم ده تحت فقر شديد جدا. And those، وهؤلاء، at lesser poverty level، live on less than 50 سنت a day. وفي بقى اللي بعدهم يعني في ناس تانية أفقر بقى كمان، بقى يعني أفقر حد خالص عايش تحت اكستريم فقر اللي هو دولار و90 سنت. أما اللي بيكسب $5.50 ده برضو فقير بس مش زي التاني. The most serious outcome، المشكلة الخطيرة جدا عندنا، would be، هتكون a 20% decrease in earnings، ان في 20% 20% decrease، انخفاض in earnings. كلمة earn معناها يكسب او الدخل. طيب earnings معناها الدخول،
الفلوس اللي بنكسبها هيبقى فيها انخفاض بنسبة 20%. It would cause ممكن تسبب 1.2 billion people to live in extreme poverty worldwide. هتسبب بليون شخص واتنين من عشرة اوكي هيعيشوا تحت الاكستريم بوفرتي الفقر الشديد في الورلد وايد في العالم كله. It would also انها برضو raise هتزود the number of people اعداد الناس living in poverty اللي بتعيش في الفقر nearly 4 billion يعني الناس اللي بتعيش في الفقر هتزيد بنسبة 4 بليون. Women النساء are at more risk than men. النساء هما أكثر في خطورة أكثر من الرجالة. Risk more risk يعني خطورة أكثر مخاطرة. Because they are more likely to work لأن الشغل بتاعهم in jobs في وظائف that have little بيكون عندهم قليل or no protection أو مفيش حماية خالص. Poor people الفقراء cannot take time off ما يقدروش ان هم ياخدوا اجازه time off from work or buy food او ما يقدروش يشتروا الطعام in a large amount بكميات كبيره. The report warned التقرير ده بيحذر. It also said بيقول more than 2 billion people ان في عندنا يا جماعه اكتر من 2 بليون شخص didn't get earrings مش هيكونوا يحصلوا على اي دخل while they are sick اثناء ما هم مرضى يعني الشخص اللي هو عيان ده مش هيخش له ولا مليم في اليوم اللي هم عمال اليومية وكده. To lessen the effect on poverty exams suggested a plan هنا علشان نقل شوية تأثير الفقر ده هنا Oxfam ده بي suggested a plan بيقترح خطة that would give money ممكن تدي فلوس to people للناس and businesses in need. It also called for debt cancellation more IMF support and increased aid ونزود increased معناه نزود الايد المساعدات to poor countries نعمل يا جماعة قروض للناس الفقراء دي بلا يعني من غير ما يسددوها أو من غير ضرائب أو من غير فوائد وكمان increase نزود الايد المساعدة to poor countries للدول الفقيرة. Oxfam added that additional taxes on wealth ان احنا ممكن additional taxes additional taxes معناها ضرائب إضافية on wealth على الأغنياء على الثروات high profits and some financial tools وبعض ال financial tools financial مالي tools أدوات مالية favored by the wealthy would help raise the money needed ممكن نعملها على الأغنياء نجمع بيها فلوس نصرفها على الفقراء. Calls for debt cancellation have increased recently هنا النداءات ان احنا نحاول ان احنا الغاء الديون على الناس وان احنا ما ندفعهمش رسوم او ما ندفعهمش ضرائب للفقراء زادت جدا جدا increased recently as the COVID-19 pandemic. COVID-19 اللي هو الكورونا pandemic وباء has affected ان pandemic ده الوباء بتاع COVID-19 has affected other the economy of developing countries around the world أثر في developing تطوير الاقتصاد وتطوير الدول حول العالم. Wealthier countries الدول الأكثر غناء الدول الثرية around the world would need to give at least هتبقى محتاجة إن هي تدي على الأقل 2.5 trillion to help developing nations محتاجة إن هي تدفع مليارات تدفع ملايين كتيرة عشان تساعد الدول النامية دي. The report said التقرير بيقول adding that wealthier countries الدول الأكثر غناء الدول الثرية have shown they can raise that amount to help their own economics. The United States for example على سبيل المثال أمريكا recently released 2.2 trillion spending plan to rescue the country's economy. China and Japan
and some European nations, بعض ال European nations الأمم الأوروبية أو الدول الأوروبية have also passed their own spending measures. The report said, التقرير بيقول, unless developing countries are also able to fight, the crisis will continue. لو لم, unless, لو لم, developing countries, الدول النامية, مش هتقدر fight, تقاوم, the crisis, الأزمات, will continue, سوف تستمر, and it will inflict, وسوف تؤثر تأثيرا سلبيا وتضر, ال greater harm and all countries, كل الدول, غني وفقير. يعني لو احنا العالم كله دلوقتي لازم يتحد مع بعضه, لازم يتعاون مع بعضه, لو الدول ال developing countries, الدول النامية دي ما تساعدتش, مش هتقدر تحارب الأزمة وهتضر, والأزمة هتستمر, واللي هيضر الدول الغنية, ال countries rich and poor, الغنية والفقيرة. عندنا بعض الكلمات لقيناها مهمة قوي, زي كلمة charity. نحفظ الكلمات دي مع بعض يا أولاد. Charity and organization, هي مؤسسة أو منظمة that helps the sick and poor people, الفقراء والمرضى. Global, عالمي, كوني. Outcome, هي المخرجات أو النتائج, the result of an event. Inflict, اللي هو التأثير السلبي, cause someone to be affected by something unpleasant, يعني أنا بتأثر بطريقة غير مسرورة أو بطريقة غير سعيدة. يا ريت نكون استفدنا من الكيفوكاب, من الكلمات اللي احنا طلعناها, ممكن تجينا في translation وممكن نستخدمها في الparagraph. Thank you very much for today. See you next time and goodbye.